بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. الأحكام في القرآن الكريم، وصلنا لحكم التبني. ما هو حكم التبني في القرآن والسنة؟ يعني إزاي أقدر أجيب حد، طفل مثلا، ممكن يبقى لقيط، ممكن يبقى حد ملوش أب وأم، ممكن يبقى مشرد، البديل يعني أسيبه مشرد ولا أخده أحتضنه في بيت ويعني أكرمه وأربيه مع أولادي ويطلع ويكبر ويبقى في وسط عيلة وفي وسط أهل. أكيد يعني الموضوع ده إنساني من الدرجة الأولى، والموضوع ده أبدا لا يتعارض مع الدين، لكن هناك بعض الضوابط الشرعية اللي محتاجين نفهمها. إيه هي الضوابط الشرعية لفكرة التبني، أو دلوقتي تسمت الاحتضان، إنه الأسر ممكن تجيب طفل وتحتضنه ويعيش معاها في البيت. إزاي حضرتك فضيلة الشيخ أحمد الصباح؟ كل سنة وانت طيبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. مرحبا بكم في برنامجكم اسأل بعد دعاء، وصلى على الحبيب قلبك طيب ورمضان كريم. بص يا فندم، بادئ زي بدء، عايز حضرتك تركزي معايا قوي في كل كلمه، لان النهارده محتاجين نركز في العبارات والكلمات. حكم الاسلام او حكم التبني في الاسلام، الاسلام ركزوا حرم التبني. يعني التبني في الاسلام حرام، اي نعم، لكن التبني قبل أن يحرمه الإسلام كان موجود عند الرومان وعند العرب في القديم، بدليل لما ربنا جه يعدد المحرمات علينا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، اللي هي في سورة آل عمران، فقال إيه؟ وحلائله، من ضمن المحرمات على الإنسان، وحلائله يعني زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم. نترجم؟ يعني زوجات أولادكم اللي هو من ظهرك. فلما وقفت أنا عند كلمة ليه ربنا قال وحلائل أبنائكم وما سكتش وقال من أصلابكم، قال لك لأن كان في حاجة عندنا، الابن الصلبي والابن غير الصلبي. الابن الصلبي اللي من صلبي، من لحمي ودمي ومن زوجتي، إنما كان فيه ابن غير صلبي، وكانوا قبل الإسلام بيسووه بالابن الصلبي اللي هو بالبلد كده عشان يوصل الابن الحقيقي. كلام جميل. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن ينهي قضية التبني ويحرمها لعدالة الكون، فجي حرمها سبحانه وتعالى. حرمها في مين يا فندم؟ وصلت قضية التبني إلى بيت سيدنا النبي نفسه. في مين؟ في سيدنا زيد ابن حارثة. سيدنا زيد ابن حارثة ابن ناس ومن عيلة وليه ظهر، فناس سرقوه من أهله وباعوه كرقيق. اشتراه واحد اسمه حكيم ابن حزام قريب ستنا السيدة خديجة رضي الله عنها، وجي أهداه للسيدة خديجة. ستنا خديجة أهداته لسيدنا النبي. فسيدنا زيد كان راجل كويس مع النبي، وبقى أهله علموا من زيد موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان كبر بقى. فأهله قالوا له يا رسول الله خد من المال ما شئت، بس سيب لنا إيه؟ ابننا النبي. قال لا مش عايز فلوس ولا أخد منكم حاجة، ولكن زيد عندكم فخيروه، إن اختاركم فخذوه فخذوه، وإن اختارني فما أفضل عليه أحد. فوقف سيدنا زيد شاب جميل، وبعدين أهله قالوا له يا زيد أدي محمد وأدي أهلك أبوك وعمك وخالك، تختار مين؟ قال والله ما كنت لأختار على رسول الله أحد حتى ولو كان أبي وعمي. فسيدنا النبي حب يكافئ زيد، فجاء عمل له سيدنا النبي لما مشي، قال من الآن زيد مش ابن حارثة، زيد ابن محمد. لا، وكمان النبي زود حتة، يرثني وأرثه. خدي بالك في حكم البشر ده كويس. الحكم البشري، ركزي، الحكم البشري بيطبطب عليه وبراعيه وبيواسيه وبيكفله. زيد ابن محمد يرثني وارثه، وبقى بدل ما يقولوا زيد ابن حارثه يقولوا زيد ابن محمد، يخرج وياكل ويشرب والدنيا. فاراد الله ان ينهي تلك القضيه، وجسدنا النبي مزوج سيدنا زيد من بنت عمته السيده زينب بنت جحش رضي الله عنها، ام المؤمنين بعد كده. وخدي بالك بقى، عشان في حته هنا بعض المستشرقين واعداء الدين بيقفوا عندها. هو خدي بالك يا فندم، ستنا زينب بنت جحش بنت عمه الرسول. أيوه. وكانت جميله جدا، بص ملكه جمال. طب سيدنا النبي لو عايزها لنفسه من البدايه كان راح خطبها لزيد؟ لا، ما كان خدها وهي بكر.
خدها يا بنت بنوت زي ما احنا بنقوله. لكن النبي هو اللي راح يخطبها له، قالوا له يا رسول الله طب وماله؟ ما قال ما بخطبهاش لنفسي، بخطبها لابني زيد. لحد دلوقتي زيد ابن مين؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم. تزوج سيدنا زيد السيده زينب، وبعدين حصل خلاف بينهم، لان ستنا زينب من عيله وبنت ناس، وسيدنا زيد مولى من موالي سيدنا النبي وخادم سيدنا النبي، فما حصلش تكافؤ. كل واحد من ايه؟ من عيله، من طبقه. الله يفتح عليك. اختلاف الطبقات عمل مشكله. طيب سيدنا زيد بيقول له يا رسول الله انا مش عايز زينب، وزينب بتقول انا مش عايزه زيد. الله. وسيدنا النبي مش عايز يطلق، مش عايز يطلقهم، بيفرق بينهم. ده ابنه بالتبني وده بنت عمته. فدخلت، تدخلت السماء وقالت له، أمر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينهي قضية التبني بقى. لأن زمان يا فندم كانوا بيعاملوا الابن من التبني كالابن الحقيقي بالظبط. الأب ما يتجوزش ابنه، وده ما يتجوزش مرات أبوه، كله زي الفل. فجي ربنا سبحانه وتعالى قال له يا محمد لا، إحنا هنطلق زينب وأنت تتجوزها. فسيدنا النبي كتم الأمر في إيه؟ عشان كلام الناس. طب أنا أواجه الناس أقول إيه؟ إذا كان هم بيتهموني من غير ما أعمل حاجة. فسيدنا النبي أخفاها. فجي ربنا سبحانه وتعالى أنهى القضية وقال له إيه؟ الله الله. وبقى سيدنا النبي كل ما زيد يجي يقول له طلقها، لو النبي يا فندم عايزها كان ما صدق زيد ايه؟ قال له. لكن القرآن بيبطل هذا، واللي يقول على خلاف كده بينكر القرآن، يعني مشكوك في دينه. فجي ربنا قال له استقول للذي انعمت على، انعم الله عليه وانعمت عليه، يعني ده ده ده, ده سيدنا النبي كمان كرمه اهو. امسك عليك زوجك اللي هي زينب، واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، مش انا قايل لك وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. خدي بالك بقى يا فندم. فلما قضى ايه؟ زيد منها وطرا. وطرا يعني انت عارفه، يعني خلاص استحاله العشره. بص انت عارفه بالبلدي كده، اقول بالبلدي هيموتوا بعض. لو قعدوا مع بعض هيقتلوا بعض. خلاص بقى هو الحل الوحيد هو الطلاق. وخدي بالك بقى لما ربنا سبحانه وتعالى، لازم ارجع على الحته الصغننه ديت، جيني التبني نهاه في شخصيه سيدنا النبي، شخصيه سيدنا زيد. قال ايه ربنا؟ ما وصفش سيدنا النبي بالظلم. قال ايه؟ وما جعل ادعياءكم ابناءكم، اسمه ابن دعي، يعني دعيته النفسي. وما جعل ادعياءكم، سوره الاحزاب، ابناءكم. الله الله الله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. طب اعمل ايه يا رب؟ قال ايه؟ ادعوهم لابائهم. يعني سميه بايه؟ باسم ابوه. حلو كده. هو مش قسط عند الله، هو ايه؟ اقسط. لكن عارف اقسط يعني يا استاذ دعاء؟ ده فين دي؟ مش موجوده في الاحزاب. انا بقول لك الايه. بص يا فندم، ده انا طلعت من الايه ديت، دخلت قدام شويه. الصفحه الاولانيه من الاحزاب تحت كده في الصفحه الشمال. ايه الايه بتقول ايه؟ بتقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. حلو كده. هو اقسط ليه؟ عايز يقول له يا محمد اللي انت عملته في نطاق البشر حلو ورحمه ورعايه وجميل، انما بس اقسط عند الله. اقسط هو قسط عندك. مش غلط، بس اقسط يعني اعدل عند الله. يعني ما اتهمش النبي، لان النبي كان بيتعامل مع زيد ببشريته مش بنبوته. ذا هو اقسطه ايه؟ عند الله. طب انا مش عارف ليه اب، فان لم تعلموا اباءهم. طب ايه الحكمه بقى؟ يعني فاخوانكم في الدين ومواليكم. حكمه ايه بقى؟ اتفضلي. ايه الحكمه بقى من انه ربنا سبحانه وتعالى لغى حرم الموضوع؟ بص يا فندم، عشان يعطي كل ذي حق حقه. لما فلان يتبنى ولد، وده خدي بالك الإسلام حرم التبني ولكن شجع على الرعاية والكفالة والاحتضان. أيوة دي سكة. مظبوط. ودي سكة. ودي سكة. يعني ما يكتبوش باسمه بس الاختلاط الأنساب بقى. الله يفتح عليك. ليه بقى؟ افرض أنا عندي بنات، هيتكشف عليهم، هيتكشف على مامته ان لم ترضعه بقى. زي ما حضرتك قلت لي، لفت نظر الحته دي بصراحه. واحنا قبل ما نبدا الحلقه فانت قلت لي افرض رضع من مامته، خلاص بقى، خلاص بقى محرم. لو هو خده وهو صغير ورضع منها. بس احيانا بيبقى كل المتبنين ما فيش اصلا، ما بيبقاش فيه وقت الرضاعه وقتها. كلام جميل. وهيرثه وهو مش من حقه يرثه، وهو لو على بنات بس هيحرم خوات الراجل ده المتوفى واخواته من الميراث. يعني كده حصل ايه؟ لخبطة. فالإسلام حب يرجع كل حاجة لإيه؟ لمكانها. فقال إيه يا فندم؟ طب أنا أعمله إيه؟ قال لك ما هو اللقيط في حكم اليتيم، ولما يكبر يبقى رقم واحد في ابن السبيل.
برضه رعيه، بس اديله من الوصيه واديله من الصدقات واعمل له ما لا يزيد عن الثلث. يعني انا واحد احتضنت واحد، باجي في تركتي واقول يا جماعه ليه 200,000، ليه 300,000، الشقه الفلانيه ليه. انما بس طول ما هو عاوش، طول ما هو عايش معاه يجوزه وياكله ويعلمه وكل ده حاجه، ده ثوابه عالي قوي. ثوابه. وعايز اقول لحضرتك حاجه بالبلدي كده، واحنا في رمضان، افرضوا ان اللقيط ده جاي من بطريقه غير شرعيه، ما ذنبوش حاجه. بس ممكن يقول لك ايه ده، واحده عملت كذا وجات رمات، وما ذنبوش المولود حاجه. برضه باخد انا الثواب كامل. وصلت كده؟ يعني الاحسن، لانه في ناس بتعمل موضوع الاحتضان ده، وفي ناس بتجيب، يعني انا قابلت قصص انها تبقى جايباها ومفهماها انها امها. غلط. وكاتبين في يعني مزورين مثلا. خلينا نتكلم بالبلدي. فطبعا ده في حرمانيه طبعًا شديده. طبعا. انما هي نفس بنتك اللي انت بتقولي عليها بنتك دي، هاتيها وانت بنتي وحبيبتي كل حاجه، بس ما يبقاش مكتوب في الورق، والبنت تبقى عارفه انه ماما خدتني وكذا ومربياني في وسط اخواتي وكل حاجه، ما فيش حاجه بالزبط. بس تبقى فاهمه انه هي مش امك الحقيقيه، اللي هي بيسموها بره البيولوجيكال. مع العلم يا فندم ان الاب والام الحقيقيين لربوا. طبعا. كما ربياني صغير. والله يفتح عليك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وبقول لك اللي ربى خير من اللي ايه اشترى. هو ده، خدي بالك بقى. فلما ربنا انهى قضيه التبني وقال ادعوهم لابائهم، قام سيدنا زيد زعل، فربنا جبر بخاطر سيدنا زيد، فجي سيدنا النبي قال لا يا زيد انت مش ابني، والموضوع التبني بقى ايه بقى، فربنا جبر بسيدنا زيد، جبر بخاطره، جوزوا ستنا زينب اللي هي بنت عمه سيدنا النبي اللي هي من عيله وهو كان رقيق. طب لما طلقها سيدنا زيد، يقوم ربنا يكبر بخاطر سيدنا زيد جبر. يا فندم هو انت زعلان يا زيد ان انت كان اسمك زيد بن محمد وخلاص رجعت تاني زيد بن ايه؟ ابن حارثه. طبعا ده حاجه برضه تعمل كسر كسر في قلبه جامد. يقوم ربنا يكبر بخاطر سيدنا زيد جبر، ما جبروش لابو بكر ولا العمر ولا اسيادنا من الصحابه خالص. تصوري ايه الجبر ده؟ ينزل اسمه في القران، ينزل اسمه في القران ويتعبد به ليوم القيامه. الوحيد، ما قلناش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، يقول ايه واحنا بنصلي واحنا بنقرا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. حتى ما قالش زينب، ما جابش زينب اللي هي بقت مرات النبي، ما جابهاش. شوفوا بقى واحنا بنقرا كده، انا بشاور نفسي بقول ايه، هو سيدنا زيد وهو موجود على قيد الحياه وبيقرا الايه دي، حاله كان عامل ازاي؟ طبعا حاجه جميله. شوف شوف جبر الخاطر يا فندم، بص ربنا جبر بخاطره فين فين. فلما قضى زيد، يبقى التبني حرام، لكن الاسلام شجع وجعل ثواب كبير على الرعايه وعلى الكفاله وعلى الاحتضان وكل شيء، ولكن اعطي كل، وبرضه اعمل له من مالك، لكن تبقى هبه، تبقى هديه، تبقى صدقه زي ما تعمل، لكن الميراث له اهله وله ناسه. شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد الصباغ، عندنا فاصل قصير ونعود. بيكم مشاهدينا مرة تانية في سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، حتى أتانا اليقين دي مرعبة، يعني نعم. النار على طول. نعم. نعم. اليقين هو النار. نعم. والموت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق تبارك وتعالى يفضل من الناس، سبحان الله، أناس آخرين. كل نفس بما كسبت رهين. إلا استثنى الله منهم من المتقين. المتقين أصحاب اليمين. المتقين اللي هم يتوصلوا أن يكونوا أصحاب اليمين. الذين سوف يدخلون إلى جنات النعيم. الذين سوف يتدارسون ويجلسون وهم في الجنة عن أحوال المجرمين. والمجرمون هم الذين كانوا يعيشون معهم في الدنيا، يشربون ويأكلون، ولكن كانوا يفعلون أشياء ولا يفعلون أشياء. كان شدة الإجرام أنهم لا يؤمنون بيوم الدين. لا يقيمون الصلاة، لا يطعمون المحتاجين،
وكانوا يخوضون مع الخائضين. لو واحد جه قال لهم احنا هنروح النهارده نطعم ناس، يقول لهم لا يا عم مش مشكله، خلينا نروح مكان تاني، كبر دماغك، ما تتبرعش، لا احنا ممكن في حته تانيه، اللي عايز البيت يحرم على المسجد، الحاجات الكلام اللي الناس بتسوف به العمل الخير. ولكن اصحاب اليمين اللي وصلوا الى الجنات وصلوا الى الجنات بمسارعه في الخيرات، كانوا يسارعون في الخيرات في الدنيا، فربنا آتاهم كل أمر. هنا بدأ الندم على هؤلاء المجرمين حينما جاء اليقين، اليقين عند خروج الروح، اليقين عندما دخلوا إلى قبورهم، اليقين حينما شاهدوا يوم القيامة أن لهم أصدقاء وأصحاب قد دخلوا الجنات ونالوا الخيرات وهم داخلين إلى النار. لذلك من فضل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الليلة الطيبة الكريمة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ليلتنا هذه ليلة القدر، أن يعطينا الله تبارك وتعالى ويتسلم منا هذه الليلة بكل خير، ونسأل الله تبارك وتعالى في دعائنا الليلة أن نكون قد وفينا ما سبقنا في أيام رمضان من الخيرات، ولا تنتهي الخيرات علشان نقول إن رب رمضان هو رب شوال، هو رب العام، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يتقبل الخير والصدقات في كل وقت في كل زمان نحياه حتى نلقاه يوم القيامة، ونحن من المتقين ونحن أصحاب اليمين ونحن في جنات النعيم. خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. النهارده احنا موجودين في مدينه الاسماعيليه، منطقه الحقيقه لما الواحد بيجي بيحس انها بدائيه جدا، في حاجه ماسه الى مد يد العون. كان افضل حاجه تقدمها جمعيه البر والتقوى في هذا المكان هو ابار المياه، واحنا واقفين دلوقتي بجوار بير قامت به جمعيه البر والتقوى، تقدم به احد المحسنين، الله يا رب يتقبل منا ومنه، اللهم امين. وزي ما انتم شايفين البير بخزانين عشان يخدم اكبر قدر ممكن من الناس الموجوده هنا. كلنا بنتذكر كويس قوي حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما يسال عن خير الصدقه فيقول سقي الماء. كلنا فاكرين كويس قوي قول ربي سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. لازم بقى نفتكر كمان مع ده لما ربي سبحانه وتعالى يقول لابن ادم معاتبا: جعت فلم تطعمني، ظمئت فلم تسقني. كيف يا رب أعودك وأنت رب العالمين، أطعمك وأنت رب العالمين، أسقيك وأنت رب العالمين؟ الله لا يجوع، الله لا يظمأ، الله لا يحتاج لأحد، لكن عباد الله أيها الإخوة يحتاجون للسقاية، يحتاجون للإطعام. أما إنك لو زرته لوجدت ذلك عندي، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو سقيته لوجدت ذلك عندي، فأبشروا بالمعروف واستمروا في هذا الخير وقدموا المزيد من العطاء. جمعية البر والتقوى نيابة عنكم بتقدم هذا الدور لتجعل من عملكم الصالح إن شاء الله رب العالمين مؤدي للخدمة بشكل واسع وكبير لقطاع عريض من الناس هم في حاجة إلى هذه الخدمة لا يمكن أن نصل إليهم بأنفسنا. جمعية البر والتقوى بتمد إيديها بالبر والمعروف، وإحنا بنمد إيدينا ليها بالبر والمعروف عشان توصل صدقاتنا وزكواتنا في المكان اللي يستحقها. زي ما احنا شايفين كده هذا البير مكتوب عليه صدقة جارية من الحج رشاد وزوجته تحت رعاية جمعية البر والتقوى. جميل جدا ان الانسان يعمل الصدقة في حياته وهو يؤمل في الحياة ويؤمل في الغنى. طيب اللي ماتوا راحوا ومعدوش او قادرين يعملوا او ما عملوش في حياتهم، احنا نيابة عنهم اولادهم اخواتهم قرايبهم نعملها ليهم. الصدقة الجارية تنفع في الحياة وبعد الممات، ينفع الإنسان يعملها عن نفسه وينفع يعملها حد عنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني البير ده بيتوضوا بيه
بيستحموا من ميته، بيطبخوا بيه، بياكلوا، بيشربوا ميه، الطير بتشرب منه، الحيوانات بتشرب منه، يعني فوائده كبيرة جدا. واللي بيعمله يعني ممكن يعني دماغه ما توصلش لمدى الاحتياج اللي الناس فيه. نعم، تخيلي حضرتك ان حضرتك ذكرتي الكون كله، الإنسان والطير والحيوان والنبات، هذا هو الكون. فتخيلي حضرتك حينما يحفر واحد بئر ماء يشرب منه تلك الأكوان أو هذا أو هذه الكائنات، فتخيلي حضرتك كل يسبح بحمد الله والكل من فضل الله يشكر الله على نعمه، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى شكر تلك النعمة لمن تقدم وقام بها. أنت حفرت البئر، شكر الله لك صنيعك، شكرت لك الملائكة، شكر لك النبيين، شكر لك الكون كله، وبدأ الجميع يتعاملون مع هذا العطاء، إن كانت ماسورة مية أو بئر أو بئر أو محطة لتكرير المياه. عايز أقول لحضرتك الجميع يدعو لك ويسأل الله لك السلامة، ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. هذا نداء، هذا نشيد تنشده الملائكة الكرام لكل عباد الله الصالحين المتصدقين. لذلك ليلتنا وكل ليالي القدر في هذا الشهر الكريم يجب أن نبدأ ونسرع بصدقات وزكوات لله تبارك وتعالى، تفتح بها أبواب الدعاء ويفتح لنا أبواب القبول من الله تبارك وتعالى. فهلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ممكن ندخلها بشربة مية نسقيها لمن هو محتاج لهذا الماء ولهذا العطاء الذي لا ينفذ أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. خلينا نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل حلقتنا. مكان ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير على اللي انتم عملتوه. 6000 بطانية، 10 طن بطاطس، 10 طن برتقال، 9 طن لحوم. في فاعل خير الله يبارك له ويجزيه خير اتبرع لنا كمان ب 300 هدية لأطفالنا الجمال في منطقة رفح. هنعمل لهم فعالية جميلة قوي هيفرحوا بها قوي. جاي فريق محترم عشان يسعد الأطفال ديت مع أكتر من 47 شاب جايين متطوعين عشان يقدموا الهدايا اللي انتوا بعتوها بالتعاون مع صندوق طحي مصر اللي بصراحة ما بيسيبش مكان إلا وبيروحه. وشرف لجمعية البر والتقوى إن احنا نكون معاه، وهو دايما بيحب يتعامل معانا وخصوصا في الأماكن الحدودية. زي ما قلت لكم أهل رفح والشيخ زويل بأمانة هم أكتر ناس يستاهلوا بجد إن احنا نساعدهم، عشان كده احنا رايحين لهم ب 27 عربية، والمشهد قدامكم اهوت، 27 عربية محملة بالخير من أهل الجود والإحسان اللي ما قالوش الظروف ما تسمحش، إنما قالوا نقسم اللقمة بيننا وبين أحبابنا وإخواتنا اللي في رفح والشيخ زويل. الأسبوع الماضي كنا في الأقصر وأسوان، النهاردة إحنا رايحين على الشيخ زويل ورفح. مستنيكم في اللي جاي، ومستنيكم كمان تكملوا لنا، عايزين 20,000 بطانية. شكراً. برضو مبادرات القوافل اللي بتروح تدخل على قرى فيها إدخال سرور على الناس بشكل كبير جدا، فيها تلبية احتياجات مهمة وضرورية، فيها تجهيز عرايس، فيها إيه تاني؟ أعظم شيء أو أعظم نعمة أو أعظم دعوة الإنسان يدعوها لأي حد إن هو يقول له ربنا يسترك، الستر. إذا ستر الله تبارك وتعالى لا يفضح. وأعظم الستر إن يكون ستر أمان بدفء أو أمان بطعام أو أمان بسقف بيت. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى اللي جمعية البر والتقوى بتقوم به، إن هي دائما بتبحث عن الستر لهؤلاء. هنا رايحين رفح سيناء،
رايحين في آخر الدنيا. أماكن الأماكن دي عايزين نقول إن فيها مدى خطورة عندها فيها عظيمة جدا وكبيرة جدا. لما أروح ألاقي بوشلاتين وأبو رماد في آخر حدود مصر من فضل الله علشان أوصل لهؤلاء الناس عشان أوصل هذا الطعام وهذا الشراب وهذا الكساء وهذا الستر من فضل الله تبارك وتعالى. عايز أقول إن كل من يقوم بهذا الخير بإرسال صدقات أو بإرسال زكوات أو بعمل معروف في كل اتجاه عايز أقول له أبشر، فإن الشاكر لك هو رب العالمين تبارك وتعالى. صنعت في الدنيا فانظر صنيعه لك يوم أن تلقاه يوم القيامة بإذن الله. واللهم آتي كل منفق خلفا، اللهم آتي كل منفق خلفا خلفا له يا رب في صحته وعافيته وفي أبنائه يا رب العالمين. القوافي المستمرة لغاية إمتى؟ يعني هيأجزوا مثلا فترة العيد وبعد كده يرجعوا؟ لا، من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا دائما نسأل الله تبارك وتعالى ونقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فنسأل العفو من الله تبارك وتعالى طول عمرنا، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا ينقطع الخير، لأن إحنا عندنا قوافل شهر رمضان الفترة اللي إحنا فيها دي أكثر من حوالي 8 قوافل بتخرج، إن كان بكراتين التغذية أو إن كانت بالستر في كل مكان وفي كل مجال. وزي ما بقول إن جمعية البر والتقوى بتشتغل كل المحاور في توقيت واحد، الملفات كلها دي زي دي زي دي، لا ينقطع الخير أبدا عن هؤلاء الفاعلين، لا يجف الإنسان لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى، ما زال لسانك رطبا بذكر الله طول ما أنت حي، ما زال الخير تعطيه لهؤلاء المحتاجين ما دمت حيا. هو ده المطلوب منك، واتقوا الله ما استطعتم، افعل الخير سوف تجد الخير، لا تفعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم بالضبط، الخير لا ينقطع أبدا، وطول بعد رمضان إن شاء الله رب العالمين القوافي مستمرة ولا تنقطع أبدا من فضل ربنا، لأن الناس في احتياج مستمر لا ينقطع، وإحنا كمان أصحاب الخير في احتياج مستمر. إن ربنا الحقيقة الميزة بتاعت القوافل دي إنها بتروح أماكن بعيدة جدا ونائية جدا. نعم. صعب أي حد يعرف يوصل فيها حاجة، فلازم تطلع حتى بحراسة زي في أماكن زي سينا ورفح، زي حلايب وشلاتين. يعني مجهود جبار بين البر والتقوى وبين يعني برضو أجهزة الدولة، لأنه بيحموا هذه القوافل وبتوصل لمستحقيها بجد. وعايز أقول إن السفر بيقعد 14 ساعة لغاية ما أوصل حلايب وشلاتين أو إن أنا أروح لأسوان أو كده، بيبقى أوقات كتيرة جدا. الحمد لله فضل من الله ونعمة، نسأل الله أن يتقبلنا بإذن الله تبارك وتعالى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصري. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله.